حصريا على قارئ القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نبذة عن حياة الشيخ محمود محمد رمضان الذي سنستمع إليه بعد قليل. ولد الشيخ محمود محمد رمضان في حي باب الشعرية بمدينة القاهرة عام 27 و900 وألف. حفظ القرآن الكريم وجوده وعمره 12 عاما، وتأثر الشيخ محمود محمد رمضان كثيرا في قراءته للقرآن الكريم بالشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. أصبحت له شخصية متميزة في القراءة، فقد كان ذا صوت قوي عذب. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة عام 72 و900 وألف. كان قارئا للصورة بمسجد العروسي بالقاهرة. في مثل هذا اليوم 28 مايو عام 1981 توفي الشيخ محمود محمد رمضان بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. على مدى 45 دقيقة نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ شيخ محمود محمد رمضان لما يتيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله لا إله إلا
Thank you.
فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Thank you.
واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فاقذفيه
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك فتقول هل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر لعله يتذكر أو يخشى
فقولا له قولا لينا
وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر من سورة طه.